الاكتظاظ بالمدرجات الجامعية للسيدات السادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورا، تفضل السيد النائب. شكرا سيد رئيس. السيد وزير، نسائلكم ما الذي تنوي وزارتكم اتخاذه من إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة لتمكين الطلبة من متابعة دراستهم في أحسن حلة؟ جواب السيد الوزير، تفضل. شكرا سيد نائب المحترم على طرح هذا السؤال. أنا أعطيك بعض الأرقام ثم استراتيجية عمل الوزارة. أولا، في الموسمين الجامعيين الأخيرين، يعني كنتكلم على 2016 2017 2017 2018، عدد المقاعد البيداغوجية المضافة حوالي 33 ألف مقعد بيداغوجي. فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، رفعنا بنسبة 20% و 30% 50% في كلية الطب والهندسة ومدارس التجارة والتسيير، بما مكنا من إضافة حوالي 8000 مقعد بيداغوجي جديد. اللي نقول لك هو أنه هذه الاستراتيجية ديال البنايات والمدرجات الضخمة والكبرى وما إلى ذلك، مع الطلب الكبير جدا على المؤسسات الجامعية، ما يمكنناش نواجهه بطريقة تقليدية، أي مزيد من البناءات. نحن الآن نفكر في نموذج جديد، وهو الجامعات الافتراضية اللي غادي نبداوها في جوج ديال الجامعات إن شاء الله بكل من أكادير والقنيطرة، واللي غادي تمكن الطالب أنه يتبع الدراسة ديالو خاصة في كلية الحقوق كلية الآداب من مقر السكنة ديالو، على أساس أنه تكون الامتحانات في البريزونسيال بالحضور. هذه هي التجارب الدولية. طبعا ما غنتقلوش دفعة واحدة، لابد من شيء من التدرج، وكنتمناو أنه نوسعوا الاستجابه للعرض ديال الطلبه فيما يتعلق بالتعليم الجامعي. وشكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نشكركم على الجواب ديالكم وعلى الاستراتيجيه اللي غادي تبنيها الحكومه في المستقبل. إنما السيد الوزير، التعليم هو أساس ديال تقدم الشعوب وازدهار الحياة ديالها وبناء المستقبل السعيد ديالها. السيد الوزير، التعليم هو المرأة الحقيقية للأفق لبناء الدولة الحديثة. السيد الوزير، كنشوفوا على أنه على حسب الإحصائيات ديال 2017 2018 هناك نسبة نجاح في البكالوريا كيوصل ما بين 50.28 سنة 2017 و 57.36 2018 بزيادة 7%. السيد الوزير، انا غادي نعطيك مثال بالكليه ديال العلوم القانونيه والاقتصاديه بتطوان. هناك 28000 طالب، هناك 58 استاذ، اي بمعدل 483 طالب من كل استاذ. هناك 24 اداري، اي بمعدل 1167 لكل طالب. السيد الوزير، هذه واحد ارقام اللي هي في الحقيقه متفاوته، واللي هي كتشكل يعني واحد النسبه ديال هذا المدرسي في الجانب هذا. لهذا يعني شكرا السيد النائب. هل هناك من تعقيب اضافي؟ جاوب السيد الوزير. غير واحد الرقم السيد النائب المحترم. هذه السنه فقط العدد ديال الطلبه اللي التحقوا بالتعليم الجامعي هذه السنه حوالي 223 ألف طالب جديد، يعني النسبة ديال النجاح في البكالوريا 18%.